السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه فيجر. الموقع دوت بتدي له برومت ويبدأ ان هو يعمل لك فيديو من خلال البرومت دوت. ممكن تدي له صورة مثلا، صورتك او صورة اي شخصية، وتخليه يمشي على خطوة معينة او تدي له تكست معين فيبدأ ان هو يعمله لك. هو حاليا تقدر ان انت تستخدمه، تقول له جوين زبيتا، تمام، هيفتح لك على الديسكورد وتبدأ ان انت تدي له اوردر وهو يبدأ ان هو ينفذه. لكن الموقع لسه جديد فهتلاقي عليه ضغط شديد اليومين دول. طيب تعال نشوف الفيديو. تدي له الشخصية وتدي له حركة ويبدأ يخلي الشخصية تتحرك على الحركة ديت، أو ممكن تقول له أنيميشن وتدي له شخصية ويبدأ يخلي الشخصية دي تتحرك. ادينا له الشخصية والموشن، يعني قلنا له اعمل شخصية يكون فيها بصوات فلانية، وبدأ ان هو يشتغل عليها فعلا. فدي كلها افكار من الموقع دوت. هو لسه موقع جديد ف بيتحسن كل شوية. دي البرومت اللي انت ممكن تستخدمها، هو كاتبها لك، وانت لو عملت سلاش هتبدأ تظهر معاك. تمام، دي مثلا اهيت. طبعا هم عاملين حاجات كتير جدا، امثلة تختار التمبليت بقى اللي انت عايزه. تمام، طيب ده موقع مجاني، تمام، اللي هو ديسكورد، بيديك ان انت تعمل الشغل بتاعك. يعني ممكن تعمل موقع او تعمل يعني برنامج عليه، ومثله ان هو ممكن تعمل عليه لقاءات وممكن تسجل عليه فيديوهات. موقع جميل جدا وميزة ان هو مجاني واوبن سورس. تمام، بيقول لي انت عرفتني منين، بيقول لي بقى ايه ممكن ترى الرولز الاول، انتدكشن يور سيلف، كريت ا فيديو، وتبدا بقى ايه تختار مثلا انت عايز تعمل انيميت او عايز تعمل اي حاجه من الحاجات. هو بيديك اختيارات. تمام، شكل فيه ممكن يكون في بعض الفيديوهات سيئة. ماشي، خلينا ايه نشوف الناس عاملة ايه. ممكن نختار مثلا انيميشن. تمام، بيقول لك حط الصورة اللي انت عايزها، الموشن برومت، الباك جراوند اللي انت عايزها، فبيديك امكانيات ان انت تضيف اللي انت عايزه. ممكن اختار شخصية مثلا، الموشن برومت بقى تبدأ تشوف مثلا ايه فلاي، الباك جراوند ممكن تخليها مثلا سكاي. تمام، فهيبدأ يعمل لك الفيديو بالشكل دوت. وزي ما انت شايف هو حد اداله صورة، عمل له برضه فيديو، وتقدر ان انت تحمله. وعندك هنا كذا غرفة تقدر تختار، في 5 غرف تقدر تكون موجود في اي غرفة فيها. وتعالى نشوف الفيديو.